مستحيل يا الله. شرطة الأطفال حكوا معي، شفا الأجنبية مخطوفة، شايفينها هي شفا الأجنبية وهي البنت مخطوفة بهاي الغابة، لازم ندور عليها بأسرع وقت. يا الله كيف الساحرة اللعينة اختفت، ومثل ما لكم شايفين شفا الأجنبية صايرة جنبي. مستحيل، صار لي أكثر من ساعة ونصف ما شفت لا توم ولا جيري، وأنتوا ليش بعتوني على توم وجيري؟ أنا ما بعرف، لازم أبحث عليهم. طيب علم، إذا شفتهم راح أخبركم بأسرع وقت. مستحيل، سمعتوا شرطة الأطفال شو حكوا معي؟ شرطة الأطفال بعتولي موقع هاي الغابة وطلبوا مني روح على توم وجيري ضروري، ولكن شو هي القصة ما بعرف. طبعا وصار لي أكثر من ساعة ونصف وأنا عم بفتل بهاي الغابة ولحد الآن ما شفتهم، أكيد في إشي غريب. ليش شرطة الأطفال طلبوا مني شوف توم وجيري؟ ما بعرف، حاليا الساعة 6 الصبح ولازم نبحث على توم وجيري بهاي الغابة الكبيرة. مستحيل، احذروا مين شفت، بعد تعب طويل وأكثر من ساعة ونصف وأنا عم بفتل عليهم شفت توم وجيري. مرحبا يا توم، مرحبا يا جيري. مرحبا يا أحمد، كيف حالك يا أحمد؟ نعم أنا اتصلت في شرطة الأطفال وهذا هو جيري. نعم شرطة الأطفال بعتوني خصيصا كرمال شوفكم، طبعا جيت الساعة 6 الصبح على هاي الغابة الكبيرة وما شفتكم، ولكن بعد تعب طويل شفتكم، خبروني شو القصة على السريع. اسمع يا أحمد، هناك أمر ضروري يجب أن تسمع يا أحمد. اسمع، هناك فتاة وهذه الفتاة اسمها شفا، شفا الأجنبية، وشفا الأجنبية أتت إلى هنا لكي تراك يا أحمد، ولكن ساحر اللعينة خطفت هذه الفتاة. مستحيل يا توم، أنت شو عم تحكي؟ شفا الأجنبية مخطوفة بهاي الغابة؟ طيب كيف ووين ومين هاي شفا الأجنبية؟ أنا بعرف في شفا وحدة هي عربية، مين هاي شفا الأجنبية؟ خبرني على السريع، صار عندي فضول أعرف. أنا أعرف يا أحمد لماذا أتت هذه الفتاة، ولكن أنا أعلم مكان الساحرة اللعينة التي خطفت هذه الفتاة الصغيرة. نعم اسم هذه الفتاة شفا الأجنبية. أنا حبيت قصة هالبنت يا توم، عن جد أنا حبيت هالبنت من دون ما أشوفها، لازم نخلصها بأسرع وقت. هاي البنت أجنبية، ولكن أنت ما عطيتني القصة الكاملة وخبرتني أنه ما بتعرف شو قصتها. اللي بتعرفه أنت واللي أنا فهمته منك أنه الساحرة خاطفتها لهي البنت الأجنبية بهاي الغابة، ولكن ليش إجت هاي البنت الأجنبية على هاي الغابة أنا ما بعرف، وهذا الشيء رح أنا أساعدك فيه، ولكن عطيني موقع الساحر على السريع كرمال أخلصها. نعم يا أحمد اسم هذه الفتاة هو شفا، شفا الأجنبية، ولكن لا أعلم يا أحمد لماذا أتت إلى هنا. هيا يا أحمد وانطلق إلى هذه الفتاة، الساحرة اللعينة قد تقتل هذه الفتاة المسكينة. طيب يا توم شكرا لك، أنا رح أنطلق مباشرة على الموقع اللي رح تبعت لي أنت كرمال أخلصها لهي البنت، وهي البنت أنت خبرتني أنه اسمها شفا الأجنبية، وأنا صار عندي فضول أخلص هاي البنت شفا الأجنبية من هاي الساحرة اللعينة ونفهم شو قصتها. نعم يا أحمد سوف أرسل لك هذا الموقع، موقع الساحرة اللعينة. هيا وانطلق يا أحمد وانقذ هذه الفتاة، هيا رفقتك السلامة، مع السلامة. يا الله أنا تحمست كتير، مثل ما سمعتوا كل ياتكم توم شو خبرني، خبرني أنه شفا الأجنبية مخطوفة بهاي الغابة. يا الله أنا كتير تحمست يا جيري، وتوم بعت معي جيري كرمال يوصلني لأول الطريق تبع بيت الساحرة اللعينة اللي خاطفة هاي الفتاة. طبعا أنا يا جيري بحبك وما رح أعرضك للخطر، أوكي؟ لازم ننتبه يا جيري، وهي البنت صار عندي فضول أنا أخلصها من هاي الساحرة اللعينة، وهي البنت اسمها شفا، شفا الأجنبية، أنا صار عندي فضول أعرف مين هاي الفتاة اللي اسمها شفا الأجنبية المخطوفة. هنوصل، يا الله شو هاد يا جيري؟ شو هاد؟ شفت الساحرة؟ شفتها؟ أنا كمان شفتها. مستحيل، ما رح أعرضك للخطر يا جيري، أنت خليك هون انتظر، تمام؟ أنت انتظر هون وأنا رح أروح على الطرف الثاني، شايف الساحرة من هون مبينة، وأنا إذا صار شيء معي رح أخبرك على السريع، يلا انطلق على السريع. مستحيل، يا الله الساحرة اللعينة اللي خاطفة هاي الفتاة الأجنبية شفا، وصلنا لعندها وأخيرا.
يا الله، كيف الساحرة اللعينة اختفت؟ ومثل ما لكم شايفين شفا الأجنبية صايرة جنبي، لازم أخلصها بأسرع وقت قبل ما تيجي الساحرة اللعينة. يا الله أنا كتير تحمست. إذا بتحبوا شفا الأجنبية وبدكم تتعرفوا عليها، ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة على السريع. مثل ما لكم شايفين شفا وراي، ولازم أخلصها بأسرع وقت قبل ما تيجي الساحرة اللعينة. وهي شفا الأجنبية صارت وراي. لا تخافي، الساحرة انهزمت. بتفهمي علي؟ يا الله أنا تحمست كتير لأخلصت. هي هي شفا الأجنبية. مستحيل يا شفا، هيا بنا نذهب هيا. وأخيرا خلصنا شفا الأجنبية من الساحرة اللعينة، ولكن لازم نفهم شو قصتها لشفا ونحكي معه. أنا تحمست كتير يا شفا، أنت كيف جيتي لهون؟ وأخيرا الحمد لله رب العالمين خلصناها لشفا الأجنبية، وجينا على منطقة آمنة ما فيها لا ساحرة ولا أشرار. ومثل ما لكم شايفين هي هي شفا، رح نفهم شو قصة شفا وليش اجت على المكان اللي انا بصور فيه ما بعرف، فلازم نفهم منها. انت يا شفا بتعرفي تحكي عربي؟ بعرف احكي عربي. بتعرفي تحكي عربي كتير؟ يعني بتحكي عربي كتير؟ مو كتير، شوي. سمعانيني، بتعرف تحكي عربي شفا الاجنبية ولكن مو كتير، وهذا الشيء كويس يا شفا اذا بتعرفي تحكي عربي. كرمال نحكي للمتابعين شو صار معك، ونسمع منك ليش جيتي على المنطقة اللي انا بصور فيها وعرضتي حالك للخطر يا شفا. ما لازم تجي على هاي المنطقة، مين بعتك؟ جيت لشوف صور كانوا شلون متصوروا وين متصوروا يعني. يا تفكر. الله سمعني شو عم تحكي شفا، اجت كرمال تشوفنا وتتعرف علينا وتشوف كيف منصور من غير بلدة، يعني من غير مدينة اجت لعنا. ما بصير يا شفا، انت هيك بتعرضي حالك للخطر. تعي خلينا نبرك هون ونسمع قصتك كاملة، انا كتير تحمست لاسمع القصة تبعيتها. يلا يا شفا استريحي هون، خلينا نسمع شو قصتك. طيب انت كيف جيتي لهون ومين دلك علي محل ما انا بصور؟ هذا المكان كتير خطير والمتابعين كلياتهم بيعرفوا لهذا المكان يا شفا. خبريني شو القصة. انا بتابعكم على اليوتيوب، حب قناتكم كتير، شفت يعني مغامراتكم كتير حلوين، جيت لأتصور معكم وشوفكم. يا الهي سمعني شو عم تحكي شفا، لاني بتحب قناتنا وبتحب مغامراتنا اجت على الموقع، محل يعني محل موقع التصوير اللي انا بصور فيه شفا اجت عليه. لما خطفتني شفت توم وجيري. توم وجيري شفتيهم؟ يا الله مستحيل. على فكره شرطة الاطفال اتصلوا علي وبعتوني على توم وجيري، وتوم وجيري هن اللي ارسلوني لعندك، يعني لو ما توم وجيري انت حاليا بخطر. والحمد لله رب العالمين حسننا نقضي على هي الساحره اللعينه. طيب احكي لي انت، انا بعرف انه اسم شفا موجودة شفا، بعرفها بتصور شفا عربية، ولكن انت اسمك الحقيقي شفا؟ انا اسمي شفا الاجنبية، هي شفا عربية. احمد تقبل انه انا اصير معك صور؟ يعني بدك انت تكوني من فريقي وتصيري بفريقي؟ أه. يا الله مستحيل، رح تنضم شفا الاجنبية لفريقي، يعني رح تصور معنا شفا الاجنبية دائما. طبعا انا برضى، ولكن انت من غير بلدة وغير مدينة وغير دولة، كيف رح تعيشي هون؟ رح تضلي هون وتطلعي معي بالمغامرات؟ طيب انا رضيت ورح اخليكي تطلعي معي. ومثل ما لكم شايفين وسامعانين شفا الاجنبيه انضمت لقناتي ورح تصور معي، وشفا الاجنبيه بتحبكم كتير، ولازم نعمل مغامرات انا وشفا الاجنبيه. وما بعرف اذا حبيتوا شفا الاجنبيه او لا. انا اسمي شفا الاجنبيه، انضميت لفريق احمد، رح نعمل مغامرات انا واحمد. اذا حبيتوني اشتركوا بالقناه وحطوا لايك.